هلا 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 يلا حية هلا يا هلا مرحبا. اشتبي اشتبي مع البوفية، اشتبي مع البوفية الخايسة. اشتبي هذه سيارتك؟ اي نعم هذه سيارتي. يعني سيارة مين بالله عليك؟ انت منظفها انت ولا ايش؟ ها؟ منظفها؟ شي منظفها؟ اي نعم منظفها ومدلعها. ليش ذاك شغل انت؟ شو اسئلتك حساسة صايرة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، بالله هذا منظر سيارة؟ سيارتك وسخة وسخة وسخة، ما تنشاف، كلها غبار ما تنشاف. احترم نفسك، احترم نفسك وعدل كلامك. ايوه لحين اعلمك شو يصير عاد. وش يصير عاد؟ اقول السيارة انظف من البوفية حقتك. والله شوف البوفية ما شاء الله تبارك الله يا ابن الحلال، حيوان ما يركب سيارتك، كيف آدمي؟ صح انت لوك بالحالك وسيارتك لك، اوكي، لكن ذا المنظر ذا. وش سيارة؟ لا يكون السيارة سجلها باسمك وانا ما ادري. لا يكون السيارة سجلت باسمك وما ادري انا نايم. انا عارف يا الاثول، انا عارف يا الاثول انه مبلي. بس انت في عالم مركوب معك، يعني لازم تصير تلق، تصير نظيفة، تصير. هلا هلا السياحة اسمعك من اخر الشارع. تعال شوف شو يقول، تعال شوف يقول. سيارتي وسخة. اي سيارتك وسخة، سيارتك وسختين. طيب وانت ايش عليك طيب؟ انا ايش علي؟ اي انت ايش عليك؟ لا حول ولا قوة. قبل نص ساعة ايوه دق علي واحد. طيب من زباينة عارفه، يقول ركبت سيارة ابو رزيقة. وادخل الا زبالة، زبالتين، ثلاثة اربع، سقف اسود لصقك يا ايه شفت يعني تضحك عاد المنظر. طيب انت ايش عليك انت؟ وش قال لك لو سمحت استاذ ابو رزيقة بالله نظف سيارتك. قال ايش عليك انت؟ ايش عليك؟ عاجبك الموضوع ولا انزل؟ عاجبك انزل. نزل. عاجبك الموضوع؟ دقيقة 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 عنك انت مسوي معصب؟ دقيقة، أول شيء أبو رزيقة ايوه ابيض وجه. الله يسلمك. الشيء الثاني انت مالك دخل، يمكن تتكلم عن لسان الزبون. ايه لو اني محل ابو رزيقة ايوه ما نزلت الزبون ولا قلت له انزل. ها كان بدوس في بطنه، لأن الزبون هذا قليل أدب. ولا وش عليه؟ يركب أوصل المكان اللي يبغى وعلى شحم وينزل. اي نعم والله كلامك صح. شكرا. والله كلامه صح. انت جاي انت ايش قاعد تتكلم؟ انت قاعد تتكلم ايش قاعد تقول؟ انا اتكلم يا اخوان يا شباب، انا اتكلم لان انتم كذا بتخربون سوقي، انتم بتطيحون السوق. وهو الله اكبر السوق، الله اكبر السوق. اي انتم توصلون زباله، لازم سياراتكم تلق، لازم تصير زينه، لازم تصير نظيفه. اقول امهم يا عالم الله يرحم والديكم. اقول بس اسمع اسمع اقول. وش تقعد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هلا هلا والله. هلا يا شباب. شلونك؟ شباب دريتوا؟ خير ايش فيك؟ ايش فيك؟ لا 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 دريت هو؟ يا ما شو دريت؟ ايش تبي امر بس؟ دريت انت؟ عن موضوعي ولا ايش؟ دريت؟ يا شباب يا شباب وينكم؟ اي اي ذا مشتاق لكم. وش فيك؟ وش فيك؟ وش اللي درينا؟ درينا دريت جايين مزعجنا هنا. مشتاق لكم. عن سالفتك. ها؟ دريت عن سالفته؟ وش سالفته؟ سيارته ولا وش اجل؟ انا مشتاق لكم ما اقول اقول ابو رزيقة غلاك كل يوم يزيد عندي. الله يجمع. ليش؟ ليش؟ لأن الزبون هذا اللي أنت ما احترمته إيه ما هذا قلل من مهنتنا. قلل قلل قلل. اي والله قلل. ومعنى التقليل ايش معناه؟ باللغة الفصحى. اي والله تقليل. يعني النقصان. نقصان. الله النقصان صح. والله نقص منه. يوم نقص منه احنا هذا باللغة العربية. والله العظيم. الشر مو عليكم والله. الشر على ذا اللي داخل مع جواله سمعت السالفة أنت ولا ما سمعت؟ وش في بعد؟ لا 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 وش فيك؟ دقيق ما سددت؟ لا 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 وش فيك؟ طيب وش فيك؟ بس 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 دورية يا معلم. لا 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 بس 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 سار سار إشارة. لا 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 ورزاقة طفى شغلة ورزاقة. وش فيك؟ وش فيك؟ لا 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 خمس خمس قبل يا ويحي يا طيب طيب ارزاقه ابو رزاقه تعال شوف معي تعال شوف طالع انت في تويتر طالع انت هاشتاج في تويتر ما ادري ولا ادري وش تقول انت وش تخربط وش تويتر ابو رزاقه في تويتر مو بطالع مو هو قصدي هو يعني انت قصتك هنا شايب قصه صورته ولا وش مسوين عليها ذا اللي هاشتاج ما ادري وشو ايش فيك شنو هاشتاج ايش مال المسخره دي ايش تقول شوف شوف
شوف وش كاتبين؟ كاتبين ابو رزيقه، لا مو هم ما يعرفونك، كاتبين انه مركب مع الراكب، راكب سيارتك وسيارتك مهيب نظيفه. يا ويلك من جدك؟ مالي دخل، انا قريت من جدك قال عني كذا؟ يا ويلك خلنا نشوف طالبك بس شوف شوف ممكن. شوف مالي دخل انا والله قالوا عني اللي انا يطقونك مدري خلنا نقرا خلنا نقرا انفضحت قايل لكم اشتراهم 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 قايل لكم قايل لكم اوه اوه الزباين ما يبون الا النظافه ما يبون الا شغل السنع. شوف ابو فيتي طيحت السوق ابو كنتي يلحق شوف لا 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 شوف 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 الموضوع اصبر اصبر طحول والله ما ادري انا وش صار. طيب طيب سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وش مسوي انت؟ وش ملخبط انت يا ابو كدة؟ يفهمني الله، انا ما انا مظلوم انا مظلوم انا مظلوم. اللي جاي اللي جاي طال عمرك الله يطول لي عمرك، اللي صاير الله يطول لي عمرك. اني انا وصلت واحد، يوم وصلت هذا الواحد ذا جاني قال لي سيارتك وسخه. قلت له انا تبي ولا عطني مقفاك اطلع برا السياره. وصار هالكلام ذا اللي ما ادري عنه، وصار الامور ذي ما ادري انا. قال له هو ايه قال لي سيارتك وسخه. قلت له تبي ولا انزل يلا. احسن احسن. تدري انه زاهمن علي الشيوخ الكداده وضباطهم ووجهائهم وكل قاعد يتصلون ناشبين لي كلهم على فعلك هالشينة. وبعدين تعال تعال هنا زبون يقول لك سيارتك وسخة، هو الغلطان، هو المفروض ما يقول لك. أي هذا قليل أدب. اي والله لا لا قليل أدب. اي والله اي والله يعني يجي يتدخل في سيارتي الوسخة. صح قليل أدب زبون كيف معروف صاحبه كده. شوف أنا وش أسوي بك؟ وش أسوي بك؟ فضحتنا يا أخي يا أخي فضحتنا ذبحتنا. أنت يقول لك سيارك وسخة، قل له شكرا جزيلا ننظف السيارة، ما بتروح تقول له عاجبك ولا مش خير إن شاء الله خير يا طير. فضحتونا عند الناس. طيب يا أبو كدي ليش يتكلم هو؟ ليش ما يحترم نفسه الزبون؟ ربطه ربطه لين يتأدب ربطه. أنا أقول شنق أربطك ربطه عجز وأنا أقول لك نظف سيارك أرجوك. فشلني عند خويي سود وجهي. إذا ممكن إذا ممكن يا أبو كدي غلطه والعاده كررها. يا جماعه الخير راعي السياره الاجره لازم يحترم زبونه، راعي المطعم اللي ياخذون عنده طاوله لازم يحترم زبونه، في اي مكان يستاجر منك لازم تحترم زبونك. انتم عارفين اللي ما يحترم زبونه انه يخسر الناس. سمعتنا الان مهدده بسبه هالقضيه. ناظر ايش مكتوب وهل يتصلون علي. ما يصير يا جماعه الخير. طيب ليش الزبون ما يحترمنا؟ ليش الزبون ما يحترم الموظف؟ ليش يختي؟ ليش الموظف هو اللي يتحمل المسؤوليه؟ هذا ينطبق عليك اللي يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى. لا هذا انتم اللي تخطون وانتم الان اللي تشتكون. عموما ما عاد ابغاها تتكرر. رجاء اضبطوا لنا هالمسائل يا جماعه الخير. سامحني يا ابو كدي. الله يهديكم. سامحنا طاعه. ايام سوري يا ابو كدي. خلونا نطلع فاصل ونرجع للمسابقه. ارجوك يا ابو كدي. كلها منه. أرجوك يا خلاص نطلع فاصل.